السلام عليكم. شو هاش معالي؟ معالي كمية اللي عندك؟ شهر. قد أعماركم؟ علي خامس ابتدائي وزينب رابع والطفلة الصغيرة خمس سنوات. يا سنة توفى زوجك؟ ابن 21. شو سوى فاتن؟ ساق كهربائي. زين راتب عالي عندك؟ لا هذا بدك شنو لك إيجار؟ لا إيجار. زين إيجار سميت الإيجار؟ زين راتب عالي شلون المصروف؟ والله أكثر شيء عليك. ها أنت شغالين يعني؟ إي مقابل. زين أنت معلم ما عندك فتفة الشغل اللي تشتغليها تكسبي عنده موارد؟ لا والله ما عندك واحد معوف مريض؟ لا لا الحمد لله. زين المدارس قريبة علي على جهالك لو شو خطوط؟ مدارس؟ أيه؟ مدرسة أهلية يعني هو مال أيتام. هم متكفلين. يعني. زين، أنت كتابة إيجار؟ أي. زين، شو محتاجة هسه؟ والله يعني المبرد هسه شوي يعني عالصالة. حارة يعني بس الحمد لله. شو؟ هاي بطاقة. أنت مساعدة تجيبيها تصير مساعدة.